بس هدول التفاصيل. ايه تمام برافو ماشي. شو ضل عندي شغل انا وهدول؟ خير؟ هو روحي على شغلك يلا لشوف. حاضر. شو يعني هالشي يا ترى؟ كان ماشي بين المكاتب وعم يدندن نفس الغنية اللي رقصنا عليها مبارح. آسفة آسفة. لا لا أنا الآسفة، ما كنت منتبهة. لا أنا آسفة، أنا ما بعرف وين شاردة هالكم يوم، كتير مضغوطة بالتحضير لمؤتمر شاملة، رح يطير عقلي من ضغط الشغل اللي عندي. عن جد؟ قلتي مؤتمر؟ معقول ما بتعرفي؟ هاد بيصير مرة بالسنة وهو أرقى مؤتمر بيصير بكل المنطقة، حتى بيروحوا عليه كل رؤساء الأقسام اللي موجودين عنا بالقناة، وكمان بياخدوا معهم ممثل واحد عن الفريق. طيب والممثل عن الفريق مين؟ رئيس القسم هو المسؤول عن اختيار هالشخص. فيكي تقليلي السيد ديلان مين رح يختار؟ أنا بظن إنه لسه ما قرر مين. مؤتمر راقي كتير ومع السيد ديلان وكمان بشاملة؟ يا سلام. ممكن أدخل؟ تفضلي. شو كل هاد؟ أستاذ هي أشرطة تقرير الزلزال. أستاذ الملف في كل الحالات اللي نحن رح نغطيها بجزء مرحبا دلهي، وكمان هذا الملف الثاني جواته موجود تفاصيل الحالات اللي لسه ما انحلت. في شي غيره؟ لا أستاذ. لا خلصتي؟ يعني أنت اليوم خلصتي كل شغلك؟ إذا مالك متذكرة لسه عندك يومين تانيين. إيه أستاذ متذكرة أنه لسه في يومين، بس أنا بالعادة بحب خلص شغلي قبل بوقت لأني بحب أتعلم شغلات جديدة بهذا الوقت اللي بوفره.